قال السفير الصيني لدى الولايات المتحدة سوي تيان كاي خلال حفل الاستقبال إن عام 2019 يصادف الذكرى 40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة. فقد عززت العلاقات الصينية الأمريكية خلال 40 السنة الماضية التنمية في البلدين وحققت منافع هائلة لشعبي البلدين. كما دأبت الصين والولايات المتحدة على التنسيق والتعاون الوثيق في القضايا الدولية، حيث تقدمان مساهمات ذات أهمية لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في العالم. وسيثبت تاريخ العلاقات الصينية الأمريكية الممتد لأربعين عاما أن الصين والولايات المتحدة لهما المصلحة في التعاون الثنائي، وأن العداء لبعضهما البعض يضر بالبلدين، لذا فإن التعاون هو أفضل خيار للصين والولايات المتحدة. التقى الرئيسين شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأرجنتين في الأول من ديسمبر الماضي، حيث اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الصينية الأمريكية على أساس تنسيق والتعاون والاستقرار. كما تبادل رئيسا البلدين رسائل التهنئة بمناسبة الذكرى 40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين. كما حدد رئيسا الدولتين مسار التنمية المستقبلية للعلاقات الصينية الأمريكية. كما أضافت سوي تيان كاي أنه يجب على الصين والولايات المتحدة تعزيز التفاهم المتبادل والثقة المتبادلة، وتعزيز التبادلات الثقافية والإنسانية، والتعامل مع الخلافات بشكل مناسب، من أجل دفع بناء العلاقات الصينية الأمريكية بشكل أقوى وأكثر استقراراً. من جانبه قال ماثيو بوتينجر المدير رفيع المستوى للشؤون الآسيوية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إنه مسرور للغاية لحضور حفل الاستقبال، وأنه يتوقع أن تكون العلاقات الثنائية أكثر فعالية وازدهارا. نحن سعداء جدا لحضور هذا الاحتفال بذكرى 40 لإقامة علاقات دبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك بمناسبة حلول رأس سنة صينية جديدة. أرغب بالتعبير عن التمنيات للشعب الصيني بعام جديد وسعيد. أعتقد أننا بحاجة لبناء علاقات ثنائية بناء تركز على النتائج، وأعتقد أن التنمية المستقبلية لعلاقات ثنائية بين البلدين تدعو الإيجابية والتفاؤل من نواحي عديدة. تعد الصين والولايات المتحدة دولتين هامتين في العالم، يجب أن تتحملا المسؤولية تجاه العالم، ويتعين على البلدين التخطيط المشترك للعقد القادم وحتى 20 عاما أو 30 عاما المقبلة. وليس هناك خيار آخر، يجب علينا أن نكون أصدقاء، لأن الصين والولايات المتحدة كلاهما كبير للغاية ومهم للغاية.